صباح الخير يا دكتور. افتح الفني صباح لشركة وينزل بروكر هيدوم الكوكري ما يديلهم 12 اكتوبر 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الامريكي، تداولات عرضية لليورو مقابل الدولار الامريكي وتداولات محايدة خلال تداولات امس بشكل كبير، ودرجة عكس في المقام الاول لغياب البيانات الهامة وانتظار بيانات التضخم الامريكية خلال الاسبوع الحالي، واليوم كمان هنكون في انتظار محضر الاجتماعي الفيدرالي الامريكي. ولكن البيان الاهم خلال اليوم هيكون مؤشر اسعار المنتجين الامريكي متوقع ل 2.2%، والشهر الماضي كان سالب 1.1%. دي كانت اهم البيانات من الاخبار وتاريخ، وننتقل مع بعض ونشوف التشارت توقعاتنا ليه على مدار زي ما واضح من الشارت. طبعا التداولات العرضيه لليورو مقابل الدولار الامريكي وعدم وضوح الاتجاه، ولكن مازال مضغوط عليه بشكل اكبر، اداء سلبي على الاي ام اي، تقاطع متوسط سعر الاسفل، ثبات سعر اسفل.